أنا عايز أعرف من حضرتك لماذا لا تتحول كلية الطب البيطري إلى مركز تدريب وإشعاع لكل الراغبين في إقامة مشروعات إنتاج حيواني أو دجاني أو سمكي؟ طبعاً كلية الطب البيطري من سنة 98 في خدمة المجتمع وتنمية البيئة هنا في مدينة السادات، عندها مركز الخدمة العامة منوط به إن هو يعتبر بيت خبرة لأي مستثمر وأي مربي وأي فلاح له علاقة بالإنتاج الحيواني. احنا بنقدم كل الخدمات اللي تطلب مننا. كان في دواجن هنا، وكان في دواجن ما زالت موجوده. احنا عندنا مزرعه الحيوانات الكبيره وعندنا مزرعه الدواجن، وبصدد انشاء مزرعه نموذجيه للانتاج السمكي عشان خاطر ده اللي هو المستقبل الواعد بالنسبه لمصر كلها. يعني عندنا دورات تدريبيه بنقدمها لاي واحد بيطلب يعرف لو حب يبتدي مشروع تسمين، مشروع انتاج البان، مشروع دواجن، كل دوت بنقدر نوفر له من ساعة لما يبتدي المشروع لحد لما هو يقدر يكسب من المشروع دوت كده. حضرتك قلت لي ان احنا عندنا ابحاث مهمة جدا في تطوير السلالات، تمام؟ حضرتك كلمنا عنها. الحمد لله شباب اللي عندنا الباحثين، احنا بنراهد دايما على شباب الباحثين عندنا. طبعا الكلية عندنا كلية شابة، احنا كلية الشباب اصلا، كلية الشباب. طبعا عندنا اكتر من 100 معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين، كلهم اخذوا بعثات خارجية برا، كلهم واخدين معظمهم من اكاديمية البحث العلمي مشاريع استثمار، مشاريع بحثية لو استنباط سلالات جديدة. عندنا فريق بحثي بيعمل دلوقتي سلالة من الدواجن هتبقى مطابقة للأجواء اللي موجودة في مدينة السادات، ثنائية الغرض إنتاج لحم وإنتاج بيض بالنسبة للدواجن، وهتتسجل إن شاء الله باسم كلية الطب البيطري بإذن الله قريب جدا. غير كده بقى عندنا مشاريع واخدينها برضو من أكاديمية البحث العلمي لمصادر غير تقليدية للأعلاف. حضرتك عارف إن مصر ما هياش دولة مراعي، فبالتالي إحنا ما عندناش ميزة نسبية في إنتاج اللحم، لكن نقدر إن إحنا عندنا المخلفات الزراعية اللي عندنا بملايين الأطنان زي نحولها إلى أعلاف ذات قيمة غذائية عالية بالنسبة للحيوانات، ودي بالنسبة لنا تعتبر ميزة نسبية. ففي ما شاء الله عندنا شباب باحثين واخدين براءة اختراع في استنباط أعلاف غير تقليدية. كل حضرتك الأبحاث الكلية لائمة تبقى تخدم عملية التنمية المستدامة بتاعة اللي هي الهدف الأساسي لمصر. صناعة الدواجن يا دكتور، بننزل هنا في منطقة السادات نشوف الناس حالها عامل ازاي، المزارع بنسحب عينات من المزارع ولا دورنا محدود داخل الكلية؟ طبعا احنا خدمة مجتمع وتنمية البيئة ده الأساس في كلية الطب البيطري. لحضرتك تعرف ان احنا كل يوم خميس في قوافل بيطرية تشهد بيها كل قرى ومحافظة المنوفية بالتعاون طبعا مع مديرية الطب البيطري في المنوفية. فالطلبة عندنا وبنقدر نخدم سواء المزارع سواء المربيين الصغار، سواء ان احنا المزارع دي كلها اي استشارات محتاجينها سواء في التشخيص سواء في اي مشكله بيقابلها اي مستثمر، ده دورنا وده الاصل في الطب البيطري يعني.